بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في الدرس الأول، نتكلم على الجيومتريك سيكونس والجيومتريك سيريز. أوكي، الجيومتريك سيكونس هي المتتاليات الهندسية، والجيومتريك سيريز المتسلسلات الهندسية. نبغى نحفظ، خلينا أول شيء إيش هو السيكونس بكل بساطة. خلينا قبل ما نمسح الكلام ده، إيش هو السيكونس؟ السيكونس، ركز معي، السيكونس مجموعة من الأرقام يكون بينها فواصل، مثلا 2 4 6 8 10، أو مثلا 1 7 12 24. المهم هي أعداد تفصل بينها فاصلة، تسمى سيكونس، وتتبع قاعدة محددة. تمام، هذا بشكل عام تعريف السيكونس. إيش هذا تعريف السيكونس؟ مرات القاعدة العامة ما يسموها الجنرال تيرم، يسموها كذا، حطوها بين قوسين AN، تكون مثلا من N equal 0 goes to infinity. أوكي، فشوفوا الكلام هذا هنا. طيب لما نجي أكتب مثلا، أو أقدر أحطها بين قوسين كذا، أحط فاصلة ونقاط. الحد الأول هذا يسمى A not، والحد الثاني يسمى A1، والحد الثالث يسمى A3، والحد الرابع يسمى A4، وهكذا. طيب الشيء الرئيسي في الجيومتريكس الآن، هذا السيكونس بشكل عام. أوكي، هذا تعريف السيكونس بشكل عام، هو عبارة عن مجموعة من الأرقام مرتبة بينها فواصل، أوكي، وتتبع قاعدة معينة. طيب الترتيب هذا مهم، يعني مثلا نشوفه الواحد وثلاثة خمس سبعة تسعة، هذا السيكونس مختلف عن إيش؟ هذا السيكونس. طيب نجي الآن للجيومتريك سيكونس. الجيومتريك سيكونس بكل بساطة هي سيكونس، يعني مجموعة أرقام بينها فواصل. حلو، طيب إيش استفيد من الكلام ده يا مصعب؟ بكل بساطة كالتالي، يقول لنا تعال نكتب مثلا هذه السيكونس، الجيومتريك سيكونس المتتالية الهندسية، 2 4 8، من عندي هذه 16 2 3. اتفقنا انه ايش السيكونس؟ هي مجموعة ارقام بين كل رقم ورقم فيه له فاصلة، وتتبع نمط معين. الجيومتريك سيكونس المتتالية الهندسية هي برضو مجموعة من الأعداد تفصل بين ايش؟ فاصلة. طيب الحد الأول هذا نسميه A not. طيب الحد الثاني ركزوا معي، عبارة عن A not، خلينا نسميه A بدون not، المسميات مش مهمة كثير، نسميه الحد الأول نسميه A. طيب الحد الثاني، شوفوا A مضروبة في شيء اسمه R. الحد اللي بعده عبارة عن A مضروبة في R تربيع. الحد اللي بعده هذا عبارة، نغير لون نخليه مثلا أزرق. الحد اللي بعده عبارة عن A مضروبة في R أس 3. الحد اللي بعده هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا وهذا هنا. الحد اللي بعده عبارة عن A مضروبة في R أس 4، وهكذا. إيش هو هذا؟ طيب الفكرة في الجيومتريك سيكونس إنه أنا، ركزوا معايا، إذا أخذت الأربعة الحد الثاني وقسمته على الحد الأول يعطيني رقم، فمثلا 4 على 2 يساوي 2. لو أخذت الحد الثالث وقسمته الحد الثاني، 8 على 4 يساوي 2. لو أخذت الحد الرابع وقسمته على الحد الثالث، 16 على 8 يعطيني 2. لو أخذت الحد الخامس وقسمته على الحد الرابع، 32 على 16 يساوي 2. إيش الفكرة؟ تلاحظ إنه في شيء مشترك اللي هو الاثنين. هذا الشيء المشترك يسمى R، كومن ريشيو. فركزوا في الجيومتريك سيكونس. الجيومتريك سيكونس هي سيكونس متتالية تطبع نمط معين، وفي شيء اسمه كومن ريشيو الار. الار هذا كيف اجيبه؟ هو بكل بساطة الار
حاصل قسمت كيف اقول لكم الحالي انت واقف عليه الحالي، خلينا نقول اللاحق على السابق، اللاحق على السابق، او بمعنى اخر تمام كل حد الآر اكتب لك اياها كده باللغه عاديه، حاصل قسمه ايش بالقلم، حاصل قسمه كل حد على الحد الا قبله بس. فمثلا لو قسمت الحد الثاني على الاول، لاحظوا معايا AR على A طلع لي R، لو قسمت الحد مثلا الرابع على الثالث طلع معاك AR أس 4 على AR أس 3، راحت A مع A راحت هنا 3 من هنا و 3 من هنا طلع معايا R، واضح إن شاء الله. إذن أنا يهمني تمام في الجيومتريك سيكونس أول شيء إنه تطبع نمط معين A بعدين AR AR تربيع، وأنا بعرف الR هذا العدد كيف أجيبه، قسم الحد اللي أنت واقف فيه على الحد الثاني على الأول، الثالث على الثاني، الرابع على الثالث، يطلع معايا قيمة الRR دي كومن ريشيو، كومن ريشيو اللاحق على السابق أسموه، واضح إن شاء الله؟ كومن ريشيو. طيب حتى هنا مكتوب أظن طالبك أن كل عدد في المتتالي يختلف عن العدد الذي بعده بمقدار R، تتزايد وتناقص. بكل بساطة تبغى تجيب الكومن ريشيو ده، قسم الحد الثاني على الأول أو الثالث على الثاني وهكذا. طيب في صيغة اسمها صيغة الحد النوني أو معادلة الحد النوني للجيومتريك سيكونس، هي عبارة عن AN الحد، هذا الـ AN يساوي R في AN ناقص واحد. الR هو كومن ريشيو، كيف نجيب هذا؟ قسم مثلا الحد الثاني على الحد الأول يطلع معاك R، تجيب قيمة الR، أوكي؟ طيب AN ناقص واحد معناته الحد اللي قبله، أنا مثلا أبغى الحد خلينا مثلا نيجي في إيش مثلا كمثال في السيكونس هذه مثلا 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 هذا السيكونس، اوكي ابى اجيب ايش، ابى اكتب الصيغه او القانون العام ايش الفورمولا، الصيغه العامه للجيومتريك سيكونس عباره عن AN تساوي R في AN ناقص واحد، اوكي. طيب لو جيت سالتك قلت لك جيب لي الكومن ريشيو، قلنا حاصل قسمة أي حد على الحد اللي قبله، فالآر هنا قسم الثاني على الأول يعطيك 2 على 1 يساوي 2، أو قسم 16 على 8 يعطيك إيش 2 وهكذا، هذا الكومن ريشيو. طيب مثال آخر هنا، جيب لي الكومن ريشيو، قسم الحد الثاني على الأول عادي، الآر يساوي 3 على 9، 3 على 3 فيها 1، 9 على 3 فيها 3، فهذا الكومن ريشيو، أو قسم الحد الثالث على الثاني يطلع معك نفس الجواب، واضح عليك؟ سؤال تختار تقول جيب الكومن ريشيو، واضح إن شاء الله؟ هذا صيغة للجيومتريك سيكونس، الصيغة يسمى الحد النوني أو معادلة إيش؟ الحد النوني. طيب في صيغة جنرال ستاندرد فورم، وهي هي إيش؟ يعني غالبا تستخدم اللي هي AN يساوي A نوت في R أس N. ايش يعني AN؟ فمثلا مثلا ركزوا معايا الآن، لو جيت وقلت لك كمثال جيب لي الحد مثلا السابع، اكتب لي قانونه، اكتب لي الفورمولا حقت ايش الحد السابع، عباره عن A نوت، وين A نوت؟ في هذه السيكونس الجيومتريك سيكونس. اول شيء خلينا نكتب الصيغه العامه الجنرال ستاندرد فورم، يكون عباره عن AN يساوي A نوت في R أس N، اوكي. طيب لو قلت لك الان باستخدام هذه الصيغه
وهذا السؤال، جيب لي الـ A 7. هتقول لي أجي في الجيومتريك سيكونس هذه، أول شيء الـ A نوت هو الحد الأول في السيكونس، عندك كم؟ 9. في أجيب الـ R، الـ R قلنا مقسم، لاحظوا معايا طلعت 1/3 صح؟ فواحد على 3 أس كم؟ ويبغى الحد السابع أس 7 بس. طيب تعالوا مثلا في هذا المثال اللي هنا، جيب مثلا الحد السابع برضو يساوي AN A أو A نوت، A نوت معناته الحد الأول اللي هو 1 في الكومن ريشيو اللي طلعناه كم؟ 2 أس، تمام؟ أس N أس 7، وضحت؟ وهكذا. طيب أنا لازم أعرف البرسنتج، تمام؟ الكومن ريشيو هذا يزداد أو يتناقص، تمام؟ أنا لازم أعرف إذا أنا إذا عندي السؤال قال لي إذا أنا عندي مثلا حاجة زادت بنسبة، أوكي؟ بنسبة ثابتة 10% 15%، كيف أعرف الكومن ريشيو فيها؟ طيب يعني نكتب كده نوت، if I was، أوكي؟ خلينا نكتبها كده، نقول إذا كان عندي أنا، أوكي، نسبة مثلا نقول برسنتج، إذا أنا كان عندي برسنتج، تمام، عندي نسبة في كل سنة تزداد النسبة هذه بمقدار مثلا 15%، هذه نسبة ثابتة كل سنة كل سنة بإيش بيزداد عندي أي حاجة، المبيعات تزيد 15%، بس النسبة هذه ثابتة كل سنة 15%. السؤال إيش الرقم what is okay the ratio okay أو R what is the ratio أو common ratio أو أقدر أقول لك مثلا ما هو الرقم what is the number should I multiply، يعني يبغى الـ R. يجيك سؤال كده يختار، أقول لك إذا أنا عندي مثلا أي حاجة تزداد بنسبة 15%، طيب أباك تجيب لي الكومن ريشيو هذه، أنا أعطيك نسبة بكل بساطة، لاحظ معايا هو 15%، حتقول 1.15%، هذا هو نسبة إيش؟ الزيادة. طيب لو قلت لك مثلا النسبة عندي 4%، الكومن ريشيو حيكون عندك 1.4%، 0.4. طيب لو كان عندك 10%، الكومن ريشيو حيكون عندك 1.10%، يعني 10 كده، واضح؟ 1 بوينت النسبة هذا كده، خلاص احفظوها ثابتة. طيب نجي هنا، if I was to increase by 10% what would be I multiply the value، الرقم اللي حضره 1.10%، اوكي خلاص كده احفظوها. طيب شوفوا هنا السؤال عشان تفهموا الفكرة، هنا جاء قال لكم stocks of a company initially issued at the price of $10. Initially معناته أعطاك الـ A note الحد الأول يساوي $10. The value of the stock، قيمة الستوك هذه grows by 25% every year، يعني أنا عندي نسبة ثابتة كل سنة بتزداد بـ 25%، البرسنتج عندك هنا الـ increasing 0.25. طيب show that the value of the stock follows the geometric sequence، اثبت انه ايش الفاليو حقت هذه تتبع ايش geometric sequence، احسب لي الفاليو الستوك مدة 10 سنوات after the initial public، يعني هنا اعطيك يبغى ايش يبغى تحسب الفاليو اوكي بعد 10 سنوات ال n equal 10، استخدم هذه الصيغة. طيب لو ما في اثبات مباشرة انت تكون عارف انه أعطاك النسبة 25%، فالـ R تقول واحد دام هذا 1.25% كذا، أوكي هذه هي النسبة. طيب النقطة اللي بعدها إيش النقطة اللي بعدها هنا بيقول إنه
كأنه يبقى تكتب الصيغة العامة للجيومتريك سيكونس. أعطاك لك جبت لكم الريشيو هذه، فتقول مثلا بعد كم، بعد 10 سنوات تقول A الN بعشرة، A 10 يساوي الحد الأول اللي هو A نوت 10 في الكم الروش ريشيو 1.25 في أس 10. هذا مختصر السؤال. طيب لو تبي تثبت، أي تعالوا الإثبات شوفوا هنا، نوضح لكم خلاص هذا هو حل السؤال. طيب الإثبات أول شيء هو قال لك خلال 10 سنوات إيش الزيادة كل سنة 25%. أول شيء السنة الأولى 10 دولار، يعني هذه نفسها الـ A نوت. طيب السنة الثانية حيكون عندك، لاحظ معي 10، ركزوا معايا، الـ A نوت زايدا 25% من إيش على 10 دولار، وهذا يساوي A1. طيب السنة الثالثة حيكون عندك هو الـ A2، والـ A2 عبارة عن إيش؟ الـ A1، قيمة الـ A1 زايد 25% من A1، تكتبها زي كذا. طيب بشكل عام إيش يعني؟ إيش تلاحظوا؟ الـ A حيكون عندي الـ AN يساوي هذا الحد الأخير، الـ AN ناقص 1 معناته الحد اللي قبله زايد 25% من الحد اللي قبله. أوكي؟ واضح؟ طيب هذه كيف جبتها؟ خلاص قلت لك 25% على طول تقول 1.25 في AN ناقص 1، بس تكتب هذه الجملتين وخلاص. أول شيء السنة الأولى 10 دولار، السنة الثانية الـ A نوت زايد 25% من ماش من الـ A نوت. طيب اللي بعده حيكون عندك هو الـ A2 عبارة عن A1، يعني الحد اللي قبله زايد 25% من الحد اللي قبله، فهمتوا الفكرة؟ فلو قلت لك مثلا AA، مثلا A3، حيكون عندك A2 زايدا 25% من A2. اكتب لي بصيغة جنرال، حيكون عندك هذا N، يعني A N يساوي A N ناقص 1 3 و 2 زايدا 0.25 في A N ناقص 1. واضح؟ طيب كيف جاب الـ R هذا؟ قلنا 25% تكون عبارة عن 1.25. لو قال لك 30% زيادة الـ R حتكون 1.30، لكن أنا بس أباك تفهم إيش طريقة حل السؤال. أوكي؟ طيب لو جيت قلت لك مثلا جيب لي A 4، حيكون عندك A 3 كتابة كصيغة زايدا 0.25 A 3. طيب بكرموز A هذا الـ N، A N يساوي الفرق بين 4 و 3 كم 1؟ فيقول A أس N ناقص 1 زايدا الـ 0.25 ثابت في A N ناقص 1. واضح إن شاء الله؟ في النهاية أنا أجيب الـ R وبعدين الصيغة زي ما كتبتها هنا ووضحتها لكم، شوفوها هنا. إذا أنت جبت الـ R تكتب القانون على طول. هو قال لك تكتب الصيغة بعد 10 سنوات، واضح إن شاء الله؟ انتهى السؤال. طيب نجي في السؤال اللي بعده، انتهينا خلاص، الباقي مش مقرر عليكم، بس اللي لازم تعرفوه في الجيومتريك سيكونس إذا كان عندك الـ R أكبر من الواحد معناته في عندك increasing، وإذا كان عندك الـ R محصورة بين الصفر والواحد في عندك decreasing، بس هذا اللي باك إيش تفهمه. أوكي؟ شوف هنا، لاحظوا معايا، هنا الجيومتري بتقل، شوف القيمة بتقل 8 4، هنا بيزيد. إذا كان كل حد بيزيد فهذا increasing، كل حد بينقص في decreasing. وهذا ملاحظة يفهموها اللي هو الكومر ريش، إذا كان أكبر واحد فعندك إيش increasing الجيومتريك سيكونس بيف حقها تكون في الزياد، واذا كان قيمه الار اكبر من 0 اقل من 1 فالجيومتريك سيكونس هذه عباره عن ديكريزنج بس. طيب مثلا هنا مثلا كسؤال قال لك انا عندي كل سنه الديمان بيزيد بزياده 5%، طب الار حيكون كم بدون ما تفكر؟ حيكون عندك 1 هذا ثابت، و5% يعني كم 0.5. طيب قال لك سيبك من الإثبات،
تقدر تطبق إثبات زي ما شرحناه في المثال. طيب يعني حيكون عندك خلص سيبكم الإثبات مش مهم. مثلا شوف قال لك إذا كان الديماد 2.3 أوكي، نعتبر أنه هذا الـ A N وهذا الـ R، اكتب لي الصيغة يعني جيب لي الصيغة بعد كم في الفرق في 2003 ناقص 1997 كم سنة، فاكتبها يعني اكتبها بكتب اكتب الـ A، ركزوا معايا A مثلا نقول عندكم 2003 ناقص 97 كم حيكون عندك 6 سنوات صح؟ يلا الفرق بين 2003 و 2007 حيكون عندك 6 سنوات، الـ N equal 6 اوكي. طيب الـ A 6 يساوي الـ AN، الـ AN هذه او الـ A او سوري A نوت او الـ A او الـ A 0 2.3 في الـ R هي كم؟ 1.05 في لو ما انت متذكر كم اطلع 2003 ناقص 1997 اطلع معك 6 اطلع معك الجواب هذا هو اوكي. مثال هذا بس نجي الان للجيومتريك سيريز. الجيومتريك سيريز سيريز معناته مجموعة أرقام بينهم علامة جمع، 1+2+3+7 هي أرقام بينهم جمع، هذا في السيريز. أما في السيكونس أرقام بين فواصل. أنا بدل ما أكتب مثلا 500 رقم 1+2+3+7+10 أختصرها لصيغة اسمها صيغة المجموع اللي هي سميش رقم السيجما، يكون عندك مثلا N equal مثلا 0 رايح مثلا إلى مثلا ما لا نهاية أو مثلا إلى 5 أوكي. هذا يكون عندك هنا جوا AN، هذه القاعدة العامة حقت إيش؟ الجيومتريك سيريز. لما نفكها هيعوض بالعدال يطلع معك A 0 زائدا A 1 زائدا A 2 زائدا A 3 and so on. حلو؟ طيب في شكل عام للجيومتريك سيريز كالتالي. الشكل العام المختصر، مو أنا عندي سيريز معناته سيريز معناته جمع عدد زائد عدد زائد عدد. الشكل العام حق الجيومتريك سيريز عبارة عن summation من n equal something ما يهم اللي بدأ من فين goes to infinity أوكي، أو مرات يقول لك goes to n capital معناته هذه البداية وهذه النهاية اللي فوق النهاية. حيكون عندك لاحظوا معايا عدد حد أول A نوت مضروبة في R أس N، الـ R هذا هو العدد الكم الراشيو. كيف أجيبه؟ بنفس الجيومتريك سيكونس، يعني لو نفك هذا عبارة عن A نوت زائد الـ A نوت في R زائد A نوت في R تربيع زائد A نوت في R أس 3. لو أبغى أجيب الـ R بكل بساطة نفسها أقسم الحد هذا على الحد اللي قبله نفس الشيء أوكي. هذا الـ N يسمى إندكس العداد، يعني لما يعني أول حد عوض بال عوض بالـ N بزيرو بعدين الـ N ب 1 الـ N بثلاثة وهكذا. واضح إن شاء الله؟ هنا يسموه A N، خلينا نقول A N، أنا دائما ألخبط بين النوت والإن، واضح إن شاء الله؟ طيب، وبرضه في كومن ريشيو R، واضح؟ هذه الصيغة الأولى اللي هي جيومتريك سيريز، هذه هي، كيف نفك هذه؟ شوفوا، أول شيء الحد الأول بعد A نوت في R زائد A نوت، A نوت نفس الشيء، يعني هذه الصيغة إيش؟ هذا الشيء اللي نحفظ. لاحظ معايا لو قسمت الحد الثاني على الاول جبت ايش؟ الار. لو قسمت الحد الثالث على الثاني اجيب الار، اوكي؟ ما علينا. طيب مثال قال لي write the following using the summation symbol. لاحظ معايا يعني ابغاك تكتب ايش؟ الصيغه اللي هي المختصره summation in equal something goes to الحد الاخير عندك كم؟ 128 صح؟ او خليها زي كذا الان. طيب كيف؟ أول شيء
لاحظ معايا، احتاج اوجد الصيغه. شوف الفرق هنا 2 و 4 و 8، يعني كاني بقول لك 2 اس ايش ان. طيب لو خليت بدات الان بصفر، 2 اس الصفر بواحد، هذا الحد الاول. طيب بعدين الحد الثاني 2، الان انت اللي تبدا اول شيء بصفر، بعدين واحد، بعدين باثنين، بعدين بثلاثة، وزي كذا. طيب خلصنا ان يكول زيرو، طلع اثنين وصفر بواحد، حد الثاني اثنين اس واحد يساوي اثنين، بعدين اثنين اس اثنين اربعة، بعدين اثنين اس ثلاثة ثمانية، فبعدين تجمع، حتقول تجمع واحد زايدا اثنين زايدا اربعة زايد ثمانية نقط. اوكي. طب لو تبغى تجيب الار، اقسم الحد الثاني على الاول، 2 على 1 يساوي 2، وهذا هو الار. واضح ان شاء الله؟ الار قسمة الحد الثاني على الاول او الثالث على الثاني، بسيطة. واضح ان شاء الله هنا؟ طيب شوفوا، خلاص كتب لك اياه هنا، واضح ان شاء الله. طيب index 1 of 2 is equal 7. يعني كمثال هنا بيقول لك، كمثال اوكي، 2 اس كم يعطيك 128 الحد الاخير؟ 2 اس 7. اذا انا اجي اكتب الصيغه المبسطه، اقول n equal 0 لسبعة. كيف عرفت انها سبعة؟ لانه 2 اس 7 128، فيكون عندك، لاحظ معايا، الصيغة عبارة عن 2 اس ان. لما افكها اول شيء الان بزيرو يطلع معك 2 اس 1، 2 اس 0 بواحد، بعدين زايدا الان بواحد 2 اس 1 باثنين، بعدين زايدا ان بثلاثة يعطيك كم؟ 2 2 اس 2 يعطيك الان باربعة، بعدين 2 اس 3 الان بثمانية، بعدين 2 اس 4 16، وهكذا. واضح ان شاء الله؟ تمشي الى الان كابيتال هذه 7. هذا ايش؟ اخر حد تعوض به في السيريز، توقف عنده. يعني تعوض اول شيء الان ايكوال 0، الان ايكوال 1، الان ايكوال 2، الان ايكوال 3، الان ايكوال 4 الى الان ايكوال 0. واضح ان شاء الله؟ ملخص الكلام، الفورمولا حق الفينيت جيومتريك سيريز هذه هي، هذه الصيغة المختصرة، وهذه اللي ممكن تجي عليها السؤال حفظ. طيب مثال، يجيك سؤال يقول لك ايفالويت ذا جيومتريك سيريز، اعطاك هذه الصيغة. طيب حيكون عندك، تقول اول شيء لاحظوا معايا، تجيب الاي نوت. الاي نوت ايش هو؟ الاي نوت عوض بالان ايكوال 0، ناتج تعويضي بالعداد في اول حد. حلو، حيكون عندك لما تعوضه هنا مكان الان 4 في نص الصفر بواحد، اي شيء الصفر بواحد، فيطلع معاك ايش؟ 4. جبت الاي نوت، تجي كذا، خلينا نحلها كذا بشكل منظم. خطوات الحل كالتالي، هذه الصيغة احتاج اجيب فيها الـ A نوت والR. طيب الشكل العام، لاحظوا معي الشكل العام للجيومتريك سيريز عبارة عن A نوت في R اس N. فتعال هنا، هذا هنا هو الـ A نوت، وهذا هو الR، جاهز خلاص. صح صح ولا مو صح؟ هذا الشكل العام له. طيب والـ N اللي فوق الـ N كابيتال، هذه هي 4. خلاص هتجي تعوض هنا في القانون، فتقول يساوي 4 ضرب نص مقام 1 ناقص الار. عندك الار كم؟ هذا اللي جوا القوسين، نص اس ان كابيتال، ان كابيتال 4 زائد 1 يعطيك 5. اوكي، على 1 ناقص ار، 1 الناقص الار عندك بنص. اوكي، بالتبسيط بالآلة الحاسبة يطلع معاك الجواب
7.75. واضح؟ يعني مثلا الآن جيت أعطيك سؤال ثاني بالصيغة هذه، قلت لك مثلا، لاحظوا معايا، قلت لك مثلا أنا أعطيتك الجيومتريك سيريز بهذا الشكل، n equal 0 goes to 6 مثلا لخمسة أس ثلث، أوكي؟ قال لك evaluate the geometric series، يستخدم هذه الصيغة، فتقول ها على r أس n، أول شيء حدد ال a نوت اللي هو الخمسة، طيب جيب لي ال r هي الثلث، خلاص جيب لي ال n capital هو ستة، تعال طبق في العلاقة فيكون عندك يساوي 4 ضرب بسط مقام هنا 1 ناقصا بين قوسين ال r اللي عندك 1 على 3 في n كابيتال زائد 1، ال n كابيتال عندكم كم؟ 6 زائد 1 يعطيك 7 على 1 ناقص ال r اللي هي كم؟ 1 ناقصا ثلث. بالآلة بالتبسيط معك الجواب واضح إن شاء الله. هذه مثال آخر لكيفية تطبيق القانون، بس خلاص الباقي ايش؟ نحتاج ما انتم طالبين بيقول اعطيكم ولا اعطيكم اياه وخلاص انتهى. يعني انا يهمني فقط احفظ الصيغه اللي هي الجيومتريك سيريز، واعرف ايش هو الاي نوت والارس ان، واحفظ هنا برضو عندنا كيف اجيب الكومن ريشيو في الجيومتريك سيكونس والجيومتريك سيريز، واحفظ ايش الصيغه، احفظ هذا هنا اهم شيء، احفظ هذه الصيغة وهذه الصيغة، غالبا يعني استخدم هذه الصيغة حسب المثال. إذا قال لي نسبة مئوية زيادة أقول 1.2 مثلا، زي ما قلنا لكم هنا شرحتها كيف تحول النسبة إلى الكومن ريشيو. واضح إن شاء الله، بالتوفيق.